ان احنا نتكلم عن الاسباب اللي هي الغير تقليديه للاكتئاب، الاسباب اللي احنا ممكن نبقى زي ما حضرتك كده عندك فضول او ان احنا نشوف الكلام ده، او الموضوع مش مجرد ان هو يبقى خلل في كلمه المخ وخلاص، وده اللي اثبتته الدراسات والابحاث واللي اعترضت عليه منظمه الصحه العالميه. لو هنتكلم فيه بيبقى ليه عارفه الحياه او الشخصيه بيبقى زي سيناريو كده، من احنا لسه اطفال بيبقى فاهم معتقدات دي بكتسبها من المجتمع، من الأب والأم، من الأصدقاء، من اللي حواليا، لحد طول على مراحل نموي، على مراحل الارتقاء بتاعي على مدى حياتي كلها. طيب بيحصل إيه بقى؟ بيبقى في حاجات ما اتحلتش زي صدمات الطفولة. صدمات الطفولة مثلا زي إيه؟ زي التعرض للتحرش، زي التعرض للمقارنات، دايما اقارن ابني هو لسه طفل، اخوك افضل منك، جارنا افضل منك، قريبك افضل منك، زي الضرب والاذاء النفسي للطفل، زي الاعتداء الجنسي للاطفال. الكلام ده كله لو ما اتحلش وفضل ملازمني، الوصمه العار بتاعت فضلت ملازماني على مدى حياتي، بتبقى بتؤدي للقلق والاكتئاب. دي من ضمن الاسباب اللي حضرتك ممكن تبقي بتدور عليها، وده حقيقي ده موجود. يعني بمعنى يا دكتور انه صدمات الطفولة اللي ما تمش التعامل معاها بشكل صحيح ممكن مع الوقت وبعد ما الشخص يكبر وهو مثلا في مرحلة شبابه او نضجه تبتدي طبعا الصدمات دي اللي مر بيها وهو في سن مبكر جدا تأثر عليه نفسيا. ده مهم جدا، عشان كده احنا لازم نبقى واخدين بالنا من كل حاجة حصلت معنا واحنا صغيرين، لانه انا ممكن اكون سبب كآبتي وحزني هو حاجة مش موجودة في الحاضر بتاعي دلوقتي، ولكن هي حاجة قديمة جدا موجودة معايا من زمان قوي. ده من ضمن الأسباب. الحاجات دي لازم تتحل، لو ما اتحلتش بتؤدي للقلق والاكتئاب. الحاجة التانية إن هو أنا بفتقد لعمل ذو معنى، يعني أنا بشتغل شغلانة مش حاببها، أو الظروف حطتني في الشغلانة دي، أو أهلي ضغطوا عليا عشان أشتغل الشغلانة دي. أو أدرس الدراسة دي. بالظبط كده. فعشان كده وأنا رايح كل يوم الشغل بيبقى كئيب، متضايق، مش حابب الشغل. وحاولوا يعني يعالجوا الموضوع ده مثلا في الشركات الخاصة أو في أوروبا، إنهم بدأوا يدوا نسبة من الأرباح بتاعة الشركة للعاملين نفسهم في الشركات، علشان يبقى عنده انتماء الشغل نفسه، وعلشان يبقى عنده حاجه معنويه تجاهه بتخليه يحب الشغل وبقى حريص على الشغل. ان انا انزل الشغل عشان انا خايف ان انا اتاخر، عشان خايف ان انا اتاخد غياب عشان هجاز او كده، ده بيدي معنى مش صحي للشغل نفسه. لكن انا نازل عشان انا بحب شغلي. مثلا لو هنتكلم عن عامل الاسانسير مثلا، لو هو شايف ان شغله مجرد ان انا طول اليوم محبوس جوه الاسانسير هيؤدي للاكتئاب، هيؤدي للقلق. لكن لو شايف ان هو بيتعامل مع الناس، بيحافظ على امان الناس، المعنى من ورا الشغل نفسه ده اللي بيحسسني بالراحه النفسيه. على فكره الكلام اللي حياتك بتقوله ده كلام مهم جدا، وخليني اشرح بس المثل العملي كده افتكرته وحياتك بتتكلم عشان الناس يعني يوصل لها الفكره اكتر، لانه معظمنا بيشتغل شغل ممكن ما يبقاش يعني مرتاح له نفسيا قوي او متقبله قوي. احنا عندنا هنا في المبنى، مبنى الاذاعه والتلفزيون، اكتر من عامل يعني للمصعد الحقيقه بيحبوا شغلهم جدا. بيبقوا احنا اولا لما بندخل مثلا الاسانسير الصبح بنبقى مبسوطين وفرحانين قوي ان احنا شايفينهم، هم بيصبحوا علينا بمنتهى الحب، هو حاسس ان هو بيحقق لي الامان زي ما حضرتك بتقول، ان هو بيوصلني، لانه مثلا في ست معايا كبيره شويه في السن فمش قادره تطلع، رجليها وجعاها، في حد تاني مثلا عنده مشكله في رجليه فهو بيوصله لغايه الدور اللي هو عاوزه، فبالتالي هو بيعمل عمل هو راضي عنه، فبالتالي هو مبتسم وهو بيعمله، بيقابلنا بابتسامه، واحنا في نفس الوقت بنحبه وبنحس ان هو بيساعدنا جدا. فمتهيألي هو ده المقصود بفكرة حضرتك، يعني حتى لو أنا مش بحب شغلي المفروض أشوف الجوانب الإيجابية اللي الشغل ده حتى بيقدمها للآخرين، فبالتالي يبقى عندي امتنان ناحية الشغل اللي أنا بعمله. بالظبط، المعنى من وراء عملي نفسه. وده هيخلينا برضو حضرتك لما بتتكلمي في فكرة إن إحنا بنستقبله بشكل بشوش، بنحبه وبنعامله بشكل كويس، ده دور المجتمع. دور المجتمع ان انا يبقى انا نظرتي للغيب، نظرتي لعدم التدفيه، وان انا اقلل من قيمه المهنه او اي شغلانه اي بني ادم، عشان ما يبقاش فيه تفاوت طبقي في المجتمع. وده هنرجع له، وده مهم جدا بالظبط، لانه ممكن يبقى سبب من اسباب اكتئاب بعض الاشخاص. ده حقيقي،
ان هم شايفين نفسهم اقل من غيرهم، شايفين نفسهم في مكانه اجتماعيه ما هياش راقيه مثلا، شايفين الاخرين بيبصوا لهم بطريقه يعني مش لطيفه او فيها دونيه، فبالتالي ده ممكن يبقى سبب من اسباب تعاسته وكابته. بص ده حضرتك يعني واضح ان حضرتك مذاكره كويس، هو دي او ده الطبيعي اللي انت شايفاه. ليه بقى؟ لان ده من ضمن الاسباب الاكتئاب، التفاوت الطبقي. كل ما زاد التفاوت الطبقي في المجتمع كل ما زاد نسبه الاكتئاب. زي مثلا في امريكا في نسبه اكتئاب عاليه لان التفاوت الطبقي في امريكا اعلى، لكن في النرويج مثلا اقل لان التفاوت الطبقي بينهم بيكون قليل. زي ما حضرتك بتتكلمي بالظبط كده، ان هو الفئه اللي في الطبقه الدنيا في الهرم اللي في المجتمع الاجتماعي بيحس بان هو بالكآبه، بيحس بان هو الاحساس بالدنيه، التحكم الطبقه العليا فيه، ده كله بيخليه يحس بالاكتئاب. والعكس صحيح، اللي في الطبقات العليا بيبقى خايف على مركزه الاجتماعي انه يروح منه. الوظيفه اللي هو بيشتغلها مثلا كل ما يقرب على سن المعاش هيحس ان هو يجيله اكتئاب. شكله وهيئته، عدم قبوله بيسموه عدم احترام الذات، ان انا ابقى انا معترض ان انا اكبر في السن، التجاعيد هتظهر في وشي، هدور اعمل عمليات، الكلام ده كله بيؤدي للاكتئاب. يبقى عندنا يعني عدم تقبلي الذاتي او صورتي الذاتيه بالظبط، فبالتالي ده ممكن يتسبب لي في اكتئاب. بالظبط. يبقى الاكتئاب ما هوش يعني، انا اتخيل كده ان الاكتئاب ليه اسباب كتير قوي. صح. الاسباب القليله او هيبقى عند نسبه قليله من الناس هي الاسباب اللي تتعلق بنقص كيمياء المخ مثلا. تمام. ودي الناس اللي قلنا في الاول دول الناس اللي محتاجه علاج دوائي. بالزبط. ولكن النسبه الاغلب بقى او الاعم هي الناس اللي ممكن تقابلها ظروف اجتماعيه هي مش راضيه عنها. حقيقي. او ظروف مجتمعيه تخليها تتحط في مواقف هي بتتعامل بيها بطريقه مش لطيفه، او هي مش مقدره نفسها بشكل جيد. يعني زي ما اتكلمنا كده عن عامل الاسانسير، قلنا ان هو بالعكس ده احنا شايفين احنا ممكن نساعده ان هو ما يبقاش مكتئب، لانه احنا شايفين ان هو ليه اهميه كبيره قوي. طب ما انا مش هعرف انزل، على فكره المبنى هنا 27 دور، طب لو هو مش موجود الموظفين هينزلوا ازاي ال 27 دور دول؟ فهو ليه دور كبير جدا، فانت لازم وانت داخل كمان تقدره. طبعا. انت هتساعده ان هو يبقى حاسس بكيانه يعني، او ان هو بيعمل وظيفه ومهمه. بالظبط. لو حضرتك بتتكلمي كده خدي بالك ان احنا بنتكلم في اسباب الاكتئاب. انت بنقولها مترتبه كده، زي صدمات الطفوله، زي ان انا اشتغل عمل ذو قيمه او ذو معنى، ان انا ابص للقيم الداخليه مش الخارجيه في حياتي. في حاجه تانية اللي هو عدم الاحساس بالامان والامن. ان انا عدم احساس بالامن والامان ده بيخليني ما عنديش خطط للمستقبل، وده هيظهر قوي في الدول اللي فيها حروب، وهيظهر في الدول اللي فيها مجاعات. الدول اللي فيها حروب زي مثلا غزه وفلسطين، ربنا ينصرهم ويحمي مصر بالامان يا رب. ده بيخليه البيت اللي انا فيه مش عارف هو هيفضل النهارده او بكره. مفيش وظيفه، مفيش الاكل هيجي لي اعانات ولا مش هتيجي، طب لو جت هتدخل ولا لا. ونفس الكلام بالنسبه للدول اللي هي فيها مجاعات، المخيمات نفسها في قلق طول الوقت على الطفل بتاعه ان هو يحصل له تحرش او لا، شيل المسؤوليه وانا مش عارف، المستقبل بالنسبه لي مبهم. فده بيزود الاكتئاب والقلق وبيعمل خلل كبير في الصحه النفسيه. فعشان كده الدول اللي فيها حروب ومجاعات بيبقى نسبه الاكتئاب والقلق فيها اعلى بكتير جدا من الدول اللي فيها امن وامان.